بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ورا ظهر الدهور امين. ارحب بك عزيز المشاهد عزيز المستمع في قناة لوجوس تي في الفضائية في برنامجنا هذا اليومي اين هو المولود الذي يذاع حتى يوم ميلاد رب المجد في 7 يناير الموافق 29 من شهر كياك. واليوم هو يوم 14 كياك، والأحد الذي نحن سنستقبله غدا هو الأحد الثالث من شهر كياك. النهاردة عايز أتكلم في موضوع يخص نص الدنيا اللي احنا بنسميهم نص الدنيا اللي هو عالم المرأة. علماء اللاهوت قالوا ان انجيل معلمنا لوقا البشير يعتبر انجيل المرأة لانه اكتر انجيل ذكر قصصا عن المرأة، فيما يقرب من 15 قصة عن المرأة في انجيل معلمنا لوقا. أضع أمام هذا التعبير تعبيرا آخر وأقول إن شهر كياك هو شهر المرأة، لأن احنا في شهر كياك لو جمعت الأناجيل التي تتلى في عشيات السبوت خلال كياك، ودي 4، والأناجيل التي تقرأ في أناجيل باكر أيام كياك، ودي 4 كمان، وأناجيل القداسات وما ذكر في سفر أعمال الرسل وما يأتي به باقي الرسائل، هتلاقيهم سيرة 12 امرأة تتلى في شهر كياك، وهذا ما لا تراه يحدث في بقية شهور السنة القبطية الأخرى. فزي ما بنقول عن انجيل معلمنا لوقا انه انجيل المرأة، نقدر نقول عن شهر كياك ايضا انه شهر المرأة. عشان كده خلال ثبوت كياك اللي فاتت تكلمنا عن المرأة، وقلنا ان المسيح في المرأة وجه عاطفتها وقبل دمعتها وغفر ذلتها وشفى وجيعتها. واتكلمنا عن نساء كثيرات، النهاردة عايزين نتكلم برضو عن المرأة ككل، مش عن أشخاص ولكن عن موضوعات عن الدور. فالمرأة قامت في قصة التجسد بكمية كبيرة، نقدر نقول 50% من القصة قصة التجسد أدت أدوارها المرأة. فعشان كده التاريخ بيقف قدامها مبهورة، وعشان كده نقدر نقول إن المرأة قبل المسيح تختلف عن المرأة كثيرا بعد المسيح. ولعل رب المجد قد أطلق نداء عالميا سمعته كل الآذان عندما قال لماذا تتعبون المرأة. لم يكن يقصد في هذا الأمر ساكبة الطيب فقط، دونا عن بقية 3 مليار اللي عايشين على ظهر الأرض في وقتنا الحالي، ولكن كان يقصد نداء يقول للناس ليه بتتجنوا على المرأة، ليه بتتعبوا المرأة. المسيح شاف حاجات كتيرة جدا كان فيها إجحافا للمرأة. الأربع بشائر متى ومرقس ولوقا ويوحنا متأثرين بالفكرة القديمة، لما يكتبوا لينا سيرة 5 خبزات والسمكتين، وده أعظم قصة في التاريخ لأكبر وليمة، ده كان في وليمة الملك أحشويروش أكبر وليمة ذكرها الكتاب المقدس،
كانت 180 يوم، استمرت 180 يوم. اللي وكلهم أحشاويروس في 180 يوم ما يجوش 5000 رجل، اللي أطعمهم خلال هذه الشهور الستة. ولكن رب المجد اتحمل أن يكون هو الداعي مش المدعو، يكون هو صاحب الوليمة وأنت ضيف نزلت عليه. طب قال إيه الآباء الرسل لما كتبوا لنا القصة؟ قال لك والآكلون كان نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ما بتحسبش ليه النساء والأولاد؟ من زمان ما بنحسبهمش. طب انت فاكر لما موسى عمل تعداد لبني إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر؟ قال 603,550، دي الشريحة الوسطانية في عالم الرجال. طب ما فيش ستات في 603,550 ولا واحد. طب ايه رأيكم ان في 4 مليون اللي كانوا بيعبروا من مصر الى ارض كنعان كان في واحدة نبية اسمها مريم؟ دي برضو مش محسوبة. مادام مريم نبية تبقى اوت اوف اوردر، تبقى خارج نطاق الحسبان، مادام مريم دي امرأة. فكانت المرأة مظلومة في هذا الوقت. وحتى في مرة من المرات في يوحنا 8 ألقوا أمام رب المجد بامرأة وقالوا له شوف، ده مش شاهد ولا اتنين ولا تلاتة، ده الكل شاهد، وهي كمان تعترف رأيناها تزني. وفي ذات الفعل، يعني احنا شفنا الحدث، احكم، عايزين نشوفك يا ترى انت هتحكم كيهودي بموجب ما قاله موسى في الرجم او كروماني قطع الرقبة بالسيف والكلام ده كله. فرب المجد كتب على الارض، والكتابة دي الصامتة اللي بدون صوت خلت الجمع يفترق من مكانه، ما نعرفش كتب ايه، لكن بيقولوا كتب لكل واحد خطيته ولكل واحد زلته. وبعدين قال لها اين هم المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ قالت له ولا احد يا سيد. قال لها وكمان انا مش هدينك. طب ليه يا رب؟ ليه برأتها مدام هي فعلا الاعتراف سيد الادلة، ومدام هي الناس كلها بيقروا على ان هي كانت في ذات الفعل، ليه وقفت جنبيها؟ قال اصل هم عفوا عن الرجل وامسكوا بالمرأة. عفوا عن طرف في القضية وامسكوا بالطرف الثاني. طب ليه هم عفوا عن الرجل؟ هو دايما يقول لك كده الناس لحد دلوقتي، لحد دلوقتي الناس يقول لك الراجل ما يعبوش عيبة، وناس تاني يقول لك عيب الراجل في جيبه بس، لكن الراجل مهما عمل يغفر له، لكن المرأة لما تعمل لا يغفر لها، ويتوقف حالها وتبقى سبة على جميع أفراد أسرتها في سمعتها. فبرضو ده ظلم للمرأة انك تجيب المفعول به ولا تأتي بالفاعل، انك تأتي بالزانية ولا تأتي بالزاني. فمرة شاعر كبير كتب للنساء اللي كانوا بيبيعوا انفسهم في بيوت دعارة في عصر ما قبل 60-70 سنة فاتت، قال لها بالشعر جميل جدا، قال لها اسموك بائعة الاثيم من الهوى كذبوا، فان الذنب ذنب المشتري. انت بياعة لكن هو مشتري، فهو اللي عليه الذنب. عشان كده رب المجد بدأ ياخد ادوار امومة. تعرفوا ادوار الامومة ظهرت فيه؟ كما تجمع الدجاجة فراخها، ده دور امومة مش دور ابوة. مفيش ديك بيرقد على البيض، ومفيش ديك بيجمع فراخه.
الديك بيبقى ليه عمل وبعد كده بيتناسى، لكن الدجاجة، فخد المسيح دور أمومة وقال كما تجمع الدجاجة فراخها. وبولس الرسول يكتب ويقول يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. بولس الرسول يتمخض، هو دي طبيعة بولس الرسول؟ يبقى إذن أدوار المرأة بدأ رب المجد إن هو ينتسب إليها وينسبها إلى نفسه ويدي لك دور الأمومة. حتى إن إشعياء النبي ربنا بيقول في أيامه كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا يقول الرب. هنا أتساءل سؤالا، ماذا فعلت المرأة في إخراج قضية وقصة التجسد؟ إيه الأدوار اللي قامت بيها؟ أربعة أدوار، هي التي حملت، وهي التي احتملت، هي التي تألمت، وهي التي تكلمت. يا ريت نتتابع معا في هذه الأربعة أدوار. أول دور مريا، أول دور المرأة هي التي حملت. لما ربنا عايز يطلع حواء في الأرض ويجعلها إحدى مخلوقات هذه الطبيعة ويجيب لنا حواء، ملقاش غير آدم بس لحمل ولولادة، لأن طبيعة آدم تختلف عن هذا كله. فكانت النتيجة ما فيش قدامه غير آدم، فيعمل إيه؟ راح واخد خميرة من آدم، واخد جزء من آدم وبنى عليه، حط الباقي من عنده. لكن آدم قال دي لحم من لحمي وعظم من عظامي. ايه الغزل ده كله اللي بيقوله آدم عن حواء في حضور ربنا؟ يعني آدم اول ما بدأ ان هو يشوف شريك له في الحياة وبدأ يشوف شريكة حياته، بدأ يشوف الأنثى وبدأ يشوف المرأة، نسي نفسه هو واقف قدام مين. قعد يغازل حواء في محضر ربنا، عظم من عظمي ولحم من لحمي. بولس الرسول اقتبس هذه الجزئية وقالها عني وعنك، قال لأن أنا عظم من عظامه ولحم من لحمه المسيح. طيب يبقى المرأة هنا هي التي حملت، مين اللي حمله كمسكين؟ ما فيش غير العذراء مريم. نساء كثيرات خدمنا المسيح من أموالهن، ولكن لم يخدمنا المسيح من بطوهن، بطونهن. خدمنه من أموالهن ولم يخدمنه من بطونهن. البطن الوحيدة في 6 مليار بطن، لأن من ساعة ما آدم خلق الخليل، من رب ساعة ما ربنا خلق آدم لحد دلوقتي 12 مليار، لابد أن النصف يكون في ميل وإيميل، ميل وفي ميل، فتكون النتيجة ان 6 مليار دول مفيش بطن. ادت الدور العظيم الذي قام به بطن العذراء مريم، والكلام ده اللي في لوقا 8:1-9 في انجيل صلاة رفع بخور عشية الاحد الثالث. يبقى الرجالة كانوا بيقدموا المجهود والستات كانوا بيدعموا الخدمة بالأموال. خدمنه من أموالهن، وحتى يقولوا ان كان فيهم واحدة اسمها يوأنا،
ويوأنا دي امرأة خوذي وكيل بيلاطس، ده الرجل التاني في الولاية. طب ما شفناش خوذي دو عمل حاجة في صليب المسيح ليه؟ ما سمعنالوش صوت ليه؟ ما قالش كلمة ليه؟ ما انت ليك كلمة برضو، ده انت بيلاطس بينفرد بيك ويقول لك ايه رأيك، اصدر الحكم، بتقول له اللي تشوفه يا مولاي. طب ما تقول له كلمة، تقول له دي سوسنة امراتي تعرفه جيدا وكل يوم رايحة جاية عليه، هي وخوذي، خوذي امراتي هي وسوسنة. ما تتكلم، ما تتكلم يا خوذي يا زوج يوأنا. يبقى هنا المرأة قامت بأكبر دور المسيح ما كانش في تجسده، مش عايز أقول يقدر، ما كانش يقدر، دي كتير لما نقول المسيح ما كانش يريد إن هو يقوم بدور للتجسد من غير بطن العذراء. عشان كده آباؤنا سلموا العذراء مريم سلم يعقوب، السلم اللي شافه يعقوب في تكوين 28، منتصب منتصبا ما بين الارض والسماء، والله امتطى هذا السلم لكي يصل الى يعقوب. ربنا استخدم بطن العذراء سلما لكي يصل الى العالم كله. يبقى اول دور هي التي حملت، تاني دور هي التي احتملت. لو جينا نوزع الادوار على عالم البشر وبعد كده قصرنا الادوار على عالم المرأة، نقول للعذراء مريم كفاية عليك الحمل، مش مطلوب منك اكتر من كده. احنا طبعا بنتعامل بكده بهذا الاسلوب مع كل الحاملات من نسائنا، تيجي الست الحامل تمد ايدها بس تقشر بصلة ولا تفصص تومية، لا 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 خليك انت مرتاحة كفاية اللي انت فيه، ادخلي نامي جوه عشان اللي في بطنك، ونعفيها من باقي الادوار اللي بنقوم بيها في حياتنا المنزلية ومعيشتنا الأسرية، ونقول لها كفاية عليك الحمل. لكن ده العذراء مريم لا، ما حدش قال لها كده، ما كانش فيه أبدا يد حنونة تربط على كتفي العذراء مريم وتقول لها كفاية عليك الحمل. وتفتكر المسيح لما دخل في بطن العذراء مريم عفاها من أن تحمل، أن تحتمل ما قيل لحواء أمها، بالوجع تحملين وبالتعب تلدين، ما عفهاش، لأنه جاي مجيء طبيعي، هو مش جاي مجيء صناعي بيمثل دور أو بيقوم بمسرحية. لكن احنا كلفنا مريم الكثير، هي التي حملت وهي التي احتملت، حملت به واحتملت بسببه. كل متاعب مريم اللي العذراء مريم كابدتها لم تكن مريم سببا فيها، كل متاعب مريم التي كبدتها مريم لم تكن بسبب مريم، ولم تكن مريم سببا فيها. لكن كل المتاعب دي كلها هي المسيح بيكابتها ومريم بتدفع الثمن. وخذ الصبي وامه واهرب الى ارض مصر، لان هيرودس يريد ان يقتل مريم، لا ان يقتل الصبي. قم خذ الصبي وامه وارجع الى ارض اسرائيل، لانه قد مات الذين كانوا يطلبون مريم، لا قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي ليهلكوه. طب مين اللي شايل اللي على كتف، ومين اللي ماشي المشوار الطويل؟
من أقصى جنوب الوادي ونهر النيل حتى شمال الوادي مرورا بصحراء النقب وصحراء سيناء. مين اللي دفع الثمن؟ هي التي حملت، وهي أيضا التي تحملت. نوزع أدوار تانية، دور تالت يقول عن المرأة هي التي تألمت، وهي التي تكلمت. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، أبت نفس التعزية. أيوب الصديق بيقول كده، أبت نفس التعزية، روحي فيا تئن. كان لسان حالهم بيقول كده. دور رحيل، رحيل بكت على يوسف بعد ما ماتت مش قبل ما تموت. لكن رحيل الجديدة في شخص أمهات أطفال بيت لحم يبكين على أبنائهن وأطفالهن وهم أحياء، وأطفالهن كانوا قد سبقناهم إلى عالم المجد. امرأة بيت لحم تألمت من أجل المسيح. المسيح اللي دخل بيت لحم خلى كل عيون نساء بيت لحم عيونا دامعة تبكي متألمة. راحيل تبكي على أولادها. يعني هنا ارمياء النبي لما حب يحط مثال لهذه القصة هو ما قدرش يقرر أسماء أمهات أطفال بيت لحم، فاستعار براحيل التي تبكي على يوسف المسروق وتبكي على بنيامين الذي وجد في يوسف، ويوسف الذي كانوا قد ظلموا ذئبا في التهامه، ولكن كما يقول البعض كان الذئب بريئا من دم يوسف، أو كان فلان بريئا من كذا، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فرحيل تبكي على أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. بنيامين محجوز عند يوسف في مصر، يوسف مرمي في الجب مباع للإسماعيليين، ورحيل عمالة تبكي. طب أنا خلفت ولدين اتبهدلوا بالشكل ده، أمال اللي خلفت ستة أختي ليئة ما حصل لهاش حاجة. هنا رحيل تتكرر قصتها مرة تانية في أمهات الأطفال. رابع حاجة، إن المرأة هي التي تكلمت. حنة النبية، سمعان الشيخ اتكلم عن نفسه، تطلق عبدك، لكن حنة النبية اتكلمت عنه. يقول وكانت هناك نبية اسمها حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، عابدة للرب من 84 سنة، بعد الزواج استمر 7 سنين، وتكلمت عنه مع جميع الذين ينتظرون فداء في إسرائيل. يبقى صوت النبوة، إذا أردت أن أرهف له سمعا أسمعه بلسان امرأة، وامرأة نبية، وامرأة نبية فوق 90 سنة وفوق 100 سنة، لأن لما تبقى 84 سنة في الهيكل و7 سنين زواج قد 91، واتجوزت سنها 14 قد 105، يبقى ست تعتبر حكمة السنين خبرة الأيام والأعمار. هي اللي اتكلمت. المجوس لما اتكلموا عن نجمه، رأينا نجمه في المشرق فأتينا لنسجد له. احنا نعرف النجم لكن ما نعرفش المولود كويس، لكن احنا قسنا المولود بنجمه، فإذا كان النجم عظيما بهذا المقدار فالمولود أعظم وأعظم. إذا المرأة هي اللي اتكلمت، هي اللي وضحت النبوة، هي اللي قالت لهم اقروا في أشعياء 7:14 هتلاقوا ده.
اقروا في اشعياء 9:6 هتلاقوا ده، اقروا في اصح 5 من ميخا هتلاقوه، اصح 4 من ملاخي هتلاقوه، اصح 31 من ارميا هتلاقوه. اما يتهيأ لي ان الواحد علشان يحضر الكلام اللي قالته حنة بنت فنوئيل محتاج يقعد مع الكتاب المقدس ومع قاموس الكتاب المقدس ويحضره وبعد كده يقوله. لكن دي فوجئت، ده هي صباح الخير عادي، كانت اليوم ده زيه زي اي يوم، لكن الضيف اللي داخل للهيكل مش زيه زي اي ضيف، والطفل الوافد الى الهيكل مش زيه زي اي طفل. وهنا عادت بالذاكرة الى الوراء، هو انت اللي انا لي 84 سنة مستنياك؟ اذا المرأة تكلمت وفتحت فاها، في حين ان العذراء مريم كانت قد اغلقت فاها ولم تغلق لا عينيها ولا اذنيها، فكانت مريم تحفظ جميع هذه الامور متفكرة به في قلبها. اذا لو حبيت اوزع ادوار على عالم المرأة في ميلاد المسيح وفي اخراج قصة التجسد وفي ابراز قضية الفداء والتجسد، هي التي حملت ثم هي التي احتملت، هي التي تكلمت هي التي تألمت. بركة نساء قصة التجسد وبركة الاثنى عشر امرأة التي ورد ذكرهن في خلال ايام شهر كياك فلتشملني ولتشملك ايها العزيز، ولربنا المجد الدائم من الان والى الابد، امين.